كل اللي ينضم إلينا من جازان الشاعر يحيى رياني. أهلا بك سيد يحيى معنا في صباح العربية. إذا السعودية تحتفي بالشعر العربي وتسمي عام 2023 عاما له. لو نتحدث أولا عن القيمة المحورية لشعرنا وتأثيره في الثقافة العربية. أهلا وسهلا وصباحكم سعيد. صباحكم شعر. هذا العام أو هذه المبادرة وهذا الاحتفاء بهذا العام عام 2023 ليكون عاما للشعر العربي هو أكبر تأكيد على امتداد حضارتنا وتاريخنا وهويتنا المرتبطة والضاربة في أعماق التاريخ بالشعر العربي. الشعر الذي ابتدأ في حقب قديمة يعبر الإنسان عما في داخله ابتداء به قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي إلى لهبي بصحنك فاصبحينا إلى الغادر الشعراء من ترنمي ومثيلتها من القصائد الخالدة في جبين الدهر يؤكد حرص القيادة واهتمامها بهذا الإرث العظيم والموروث الكبير الذي تضمه هذه الأرض المباركة ومنها نشأت القصائد التي لا تزال تتردد في مسمعتها. الشعر كلام عميق وكاتبه أعمق، لكن هل ما زال للشعر العربي حيزا كبيرا وتقديرا للشعراء في يومنا وعالمنا هذا؟ هي مسألة جدلية، هل لا زال للشعر حضور وهل لا زال للشاعر تقدير؟ تكلم عن الشعر الفصيح. لا شك أنه مر بمراحل متذبذبة في الماضي وفي الحاضر، يعني يتعرض لعوامل كثيرة ربما هي من أهمها ما يتحدث عنه الإعلام وما يتحدث به الإعلام، لكن أنا أتصور أنها فترة ركود مرت وعدت، ولكن الآن مع عام الشعر العربي سيكون حضور وتوهج كبير لا شك سيكون للشعر وللشاعر نظر الاهتمام القيادة بهذه اللغة العظيمة وبهذا الشعر الذي هو ديوان العرب كما قالوا، الذي يسجل تاريخهم ومآثرهم وذكرياتهم وانتصاراتهم وأسمائهم ولهجاتهم ولغاتهم، فهو ديوان العرب كما قالوا. ونحن نتفائل بهذا العام بأنه كما مر في فترة ماضية أقول ركود ربما للشعر العربي ولحضوره على الأقل في مجالس غير النخبة، لكن مع عام الشعر العربي أنا متفائل شخصيا أنه على الساحة حتى الرسمية. طيب أهمية هكذا مبادرات سيد يحيى لدعم الحالة الشعرية العربية وتعزيز حضورها في المجتمع بين الشباب اليوم. الشباب اليوم ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في وجهة نظري نرى الآن ونلمح من خلال حتى الشباب أو البنات هذا يغني وهذا ينشد وهذا يقول شعرا حتى لو لم يكن يعني يجيده خلنا نقول إلقاءه أو يجيده النحو، لكنه يحبه كثيرا ويطلب لسمعه. وأنا سعيد جدا مجموعة من الأعمال الفنية سواء غنائية سواء إنشادية سواء إلقاء بدأت في الآونة الأخيرة ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيزها بين الشباب حتى لو كانت محاولات بسيطة وخجولة، إلا أنها تؤكد أن الشباب متلهف ومقبل على أن يتبنى هذه اللغة وهذه اللغة الشعرية. أستاذ يحيى، عندما نتابع مراحل تطور الشعر خصوصا أنه جاء من الجزيرة العربية والشعراء القدامى، اليوم يعني كنا نتحدث عن كلمات ومصطلحات ثقيلة وصعبة جدا، هل اليوم الاتجاه الشعري إلى التحدث بالعامية ومحبب أكثر لقلوب الناس منه إلى الفصحى؟ سأقول كلام قد يغضب أو قد يزعج بعض زملائي من الشعراء، أن المرحلة الحالية تحتاج منا فعلا اللغة العربية لغة ثرية وهناك مصطلحات صعبة، لكن المفترض على شعراء الجيل والشعراء الذين يخاطبون الشباب ويخاطبون الناس عامة الناس أن ينزلوا بألفاظهم وأن يختاروا من اللغة العربية الأنسب الألفاظ. هناك في اللغة العربية في العين ألف معنى وفي الأسد مئة معنى، فلماذا نختار الكلمات الصعبة؟ وهناك متنفس كبير في وسائل التواصل الاجتماعي أن تقدم القالب الشعري بأبسط طريقة وأسهل لفظ وأسهل معنى ليصل إلى قلوب الناس متى ما تبنى الشعراء هذا المنهج. وأن اللغة العربية لغة واسعة وبإمكانك أن تبسط الناس لا تنفرهم من اللغة العربية ومن الشعر العربي باختيار أبسط أفضل الألفاظ، حينها سنقول أن الشعر العربي الفصيح قد وصل إلى قلوب الشباب. طب لو نسمع منك شيء شعر يحيى. أقول بما أننا نحن في عام الشعر العربي ومن هذه الأرض التي امتدت منها المعلقات وامتد منها الشعر، أقول أنا السعودي ذا أصلي ودي بلدي
وصية لأبي أوصي بها ولدي، هذا جواز الذي في العمر أحمله من الوفاء كحمل الروح في جسدي، النوق والخيل مركوبي ويجمل بي السيف الخنجر الزاهي على عضدي، أنا السعودي كل الناس تعرفني في لهجتي ولباسي أو بجود يدي، أنا السعودي والتاريخ يشهد لي شيدت مجدا بغير العزم لم يشهدي، الأربعون سروا والخيل مضمرة مع الإمام على نور من الرشد تقدموا، ظلام الليل محتلك وأذن الفجر والأعداء في بددي، الملك لله ثم الملك سار به عبد العزيز وهذه وثبة الأسد، أنا السعودي راياتي وما نكست أو استباح احتلال الشبر في بلدي، إذا رضيت نخيل الجود مثمرة وإن غضبت فلا أبقي على أحد، أنا السعودي داري سوف أحرسها ولا أخاف سواه الواحد الأحد. يسلم هالتم ويسلم هالكلمات الصادقة، شكرا لك من جازان الشاعر يحيى ركياني، شكرا لك.